السيد عبد القادر بدوي لنقاش هذه الجولة لوزير الخارجية الأمريكي والمنتظر منها وتأثيرها كذلك على مسار التفاوض بشأن صفقة للتبادل بين إسرائيل وحركة حماس. سيد عبد القادر، أسألك عن المتوقع من هذه الجولة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بعد جولات عدة منذ 7 أكتوبر، ما المختلف هذه المرة؟ يعني في البداية أستاذتم صباحا، هذه الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكية للمنطقة، والتي تشمل زيارة عدة دول بما في ذلك الزيارة لإسرائيل وأيضا للأراضي الفلسطينية، تستمر إلى يوم الخميس. على جدول أعمال وزير الخارجية هو أولا الدفع باتجاه صفقة تبادل بين فصائل المقاومة حركة حماس من جهة وبين إسرائيل، بما يشمل أو يتضمن هدنة مؤقتة دون الحديث عن وقف لهذه الحرب أو حتى وقفا شاملا لإطلاق النار أو انسحاب إسرائيلي كما يعني هي مطالب حركة حماس وفصائل المقاومة، بالإضافة إلى الرغبة بعدم توسعة أو الضغط باتجاه عدم توسعة الحرب بأن تشمل الجبهة الشمالية، أقصد هنا عن حرب مفتوحة مع حزب الله، وفي هذا يحاول الضغط على إسرائيل، بالإضافة إلى مناقشة ما بات يعرف إسرائيليا باليوم التالي في قطاع غزة، بمعنى التصور السياسي لمستقبل قطاع غزة من الناحية الأمريكية، وفي هذا أيضا النقاش الذي يعني نعم، لا يتوقف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي لا تستخدم بصراحة وسائل الضغط الحقيقية على إسرائيل من أجل هذه المسألة وحتى من أجل المسائل المرتبطة بالهدنة المؤقتة وحتى فيما يتعلق بصفقة التبادل. تزامنا مع هذه الزيارة المرتقبة، تحدث جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي عن أن الأولوية لهذه الجولة أيضا هو مسألة ضمان إدخال المساعدات لمن وصفهم بالمدنيين في قطاع غزة. كيف يستقبل ذلك إسرائيليا؟ يعني هذا الامر حقيقه ياتي في اطار محاوله يعني الولايات المتحده الامريكيه الدفع باتجاه تبني المطالب الاسرائيليه فيما يتعلق بمساله استمرار الحرب، ومن اجل ضمان ذلك هم يعملون على يعني منح اسرائيل هامشا من الوقت للمناوره بالاستمرار بهذه الحرب، وهذا الامر يتطلب من بين متطلبات اخرى ان تقوم اسرائيل بزياده ادخال المساعدات الانسانيه للفلسطينيين في قطاع غزه وزياده كميات الوقود، وبالتالي هذا يضمن لاسرائيل كما ذكرت هامشا من الوقت تستطيع من خلاله ان تكمل او ان تستمر في حربها على قطاع غزه في ظل خصوصا الضغوطات الدوليه المتعاظمه صراحه بعد يعني قرار محكمه العدل الدوليه الذي دعا اسرائيل الى يعني تقديم تقرير خلال شهر حول يعني تخفيض القتال ومنع استهداف المدنيين وزياده ادخال المساعدات الانسانيه وكل هذه المسائل، وبالتالي ياتي هذا الامر في اطار محاوله مساعده اسرائيل ربما على ان تستمر او تضمن يعني اطول فتره ممكنه من هذه الحرب على قطاع غزه، وفي ذلك يعني تستطيع يعني ان تقدم مثل هذه المساعدات وفي المقابل تستمر في حربها. يعني هنا ملاحظه هامه عزيزي، الولايات المتحده الامريكيه لا تدفع باتجاه ضروره أن يتم وقف هذه الحرب على قطاع غزة، هي تمتلك أدوات كما ذكرت للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الحرب بعد الدعم غير المسبوق بالمناسبة من قبل إدارة بايدن لهذه الحرب التي اعتبرت نفسها شريكة كاملة في الحرب على حركة حماس، ويعني تبنت حتى المطلب الاسرائيلي بضروره القضاء على حركه حماس، وهذا يعني هدف اسرائيلي معلن منذ بدايه هذه الحرب، لكن لا تفعل مثل هذه الادوات كما ذكرت، وهي تحاول يعني ان تضمن لاسرائيل اكبر هامش من الحركه فيما يتعلق باستمرار هذه الحرب والحفاظ على يعني امكانيه لاستئنافها حتى بعد ان يتم عقد هدن انسانيه مؤقته، وهذا الامر يتطلب كما ذكرت ادخال مزيد من المساعدات وتخفيف الضغط الدولي، في ذلك ايضا اعتبارات له علاقه بان السلوك اليوم لاداره بايدن وللرئيس الامريكي هو ليس سلوك يعني ينبع من كونه رئيسا للولايات المتحده الامريكيه، وانما من كونه اليوم منافسا او يعني يخوض سباق انتخابي، وبالتالي هو يحاول ايضا ان يقدم ذلك في اطار الدعايه الانتخابيه الداخليه ومحاوله امتصاص الغضب الداخلي بعد يعني ان اتهمت اداره الرئيس بايدن بانها تماهت بالمطلق مع اسرائيل
وهذا شكل يعني ما يشبه الغضب في داخل او في اوساط الشباب الديمقراطي. لذلك هم يسعون الى يعني محاوله التضليل من خلال الدفع باتجاه زياده المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، او الدفع باتجاه عقد هدن مؤقت وليس هدنه دائمه او وقف شامل لاطلاق النار، لان ذلك ايضا يخفف من الضغط الداخلي في اطار السباق الانتخابي الامريكي الداخلي. ربما ما تصفه بالتماهي ما بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي، ظهر كذلك هذه الخلافات، المواقف التي جاءت من نتنياهو بشأن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الهجوم من بن غفير وسموتريتش على وجوه من الإدارة الأمريكية. كيف يؤثر ذلك أيضا على مسار هذه العلاقة؟ يعني صحيح، لكن في الصورة الشاملة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أو تتعامل مع القضية الفلسطينية بما في ذلك علاقتها مع إسرائيل ضمن مقاربة من ضمن أحد مركباتها، وأنها تحاول دائما إبعاد الملامة عن إسرائيل الدولة والاتجاه أو التوجه بملامة الأشخاص، بمعنى هي تقول وكأنها تقول ليست إسرائيل الدولة التي يعني تهاجم الفلسطينيين وترتكب مجازر إبادة وعمليات تطهير عرقي، وليست يعني إسرائيل هي من دعني اسميها هي من تمنع اقامه دولتين او التوصل لحل سياسي، وانما تصريحات بعض الاطراف في الحكومه الاسرائيليه، ولذلك يفرضون عقوبات مره تاره على مستوطنين وتاره ينتقدون تصريحات لوزير هنا او هناك من الصهيونيه الدينيه، لكنها لا تذهب باتجاه يعني ان تضع اسرائيل امام يعني خيارين، اما او بمعنى ان تستخدم ادوات الضغط من اجل الدفع باتجاه تحقيق بعض يعني المطالب مثل المطالب السياسيه. فيما يتعلق بالدوله الفلسطينيه الخلاف الذي بدأ يعني يتصاعد في وسائل الإعلام، وقال بنيامين نتنياهو وأكد أكثر مرة أن إسرائيل لن توافق على إقامة دولة فلسطينية، هذا الأمر ربما يعني هو تباين يعني وكأنه تباين مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من الناحية الفعلية الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى هذه المسألة، أقصد هنا شعار حل الدولتين، وهو مريح بالنسبة إليها، وهو يعني تقريبا عودة إلى سياسة الرئيس أوباما، لكن من دون استخدام أي أدوات للضغط أو اتخاذ إجراءات عملية أو خطوات عملية للضغط على إسرائيل من أجل الدفع باتجاه تحقيق حل الدولتين، بمعنى على المستوى النظري هي تتبنى شعار حل الدولتين وضرورة إقامة دولة فلسطينية أو حتى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلا، لكن هذا الأمر لن يغير شيء على الأرض، لأن إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية عفوا لا تتخذ إجراءات حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل الدفع قدما بمثل هذا الحل. هذا الأمر يعني كما فعلت إدارة الرئيس أوباما في أواخر عهدها تذهب باتجاه إعلاء شعار حل الدولتين دون اتخاذ إجراءات فعلية، يعني وهذا يعني بالنسبة إليهم يريح الضمير الديمقراطي، ويعني في محاولة الابتعاد أو حتى يعني التمايز عن التيار الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل السباق مع الرئيس ترامب الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تضليل الدول في الإقليم وتحاول تهدئة الفلسطينيين من خلال الحديث مرة أخرى عن حل الدولتين، لكنها لا تتخذ أي إجراءات فعلية من أجل الدفع مثل هذا الحل، أو حتى لا تفعل أدوات ضغطها على إسرائيل التي تمتلكها بالفعل من أجل إجبارها بصيغة إما أو في هذه المسألة، أقصد هنا مسألة حل الدولتين أو حتى في القضايا الأخرى. سيد عبد القادر، أيضا تقول الإدارة الأمريكية إن أولوية هذه الجولة لوزير الخارجية الأمريكية مسألة إتمام صفقة التبادل. هناك أسئلة كثيرة متعلقة بعدد الأسرى الفلسطينيين، حجم التواجد العسكري، مسألة محور فيلادلفي، ما حجم الخلاف والتوافق بين الجانبين بشأن ذلك؟ يعني أعتقد أن النقاش حول صفقة التبادل لم يصل إلى مرحلة نقاش الأسماء أو عدد الأسرى. بنيامين نتنياهو تحدث بالأمس بأن قاعدة هذه الصفقة أو أساس هذه الصفقة سيكون شبيها بالصفقة الأولى، بمعنى إنساني مقابل إنساني، أي أن كل أسير إسرائيلي يتم الإفراج عنه سيتم إفراج 3 أسرى فلسطينيين مقابلهم. هذا الأمر يأتي بشكل مخالف للاتفاق الإطاري ربما الذي تم
صياغته هو الاتفاق عليه في باريس بين الوسطاء. لكن هذا الاتفاق الإطاري يضع إسرائيل وحركة حماس أيضا من جهة أخرى في يعني موقف أو في موقع التحديد أو اختيار التفاصيل، بمعنى كل طرف يقوم بوضع ملاحظاته وتفاصيله حول هذا الاتفاق الإطاري في المراحل الثلاثة ربما التي تم الإعلان عنها. لكن من الناحية الأخرى ما زالت الفجوة كبيرة بين حركة حماس وفصائل المقاومة من ناحية وبين إسرائيل. إسرائيل لا تريد وقف الحرب، وفصائل المقاومة حركة حماس أكدت أن أي هدن مؤقتة أو عملية تهدئة مؤقتة يجب أن تفضي وفق أو يعني وفق ضمانات دولية أو ضمانات من الوسطاء إلى هدنة شاملة تشمل وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. هذا الأمر الوسطاء لم يتعهدوا به حتى اللحظة لحركة حماس، ولا تريد حتى الولايات المتحدة الأمريكية ربما إنهاء هذه الحرب، وبالتالي هي لا تريد الضغط على إسرائيل من أجل يعني منح حركة حماس وفصائل المقاومة ضمانا بأنها لن تعود إلى هذه الحرب بعد هذه الفترة. فيما يتعلق برفح ومحور فيلادلفيا، يعني هذا الامر على ما يبدو يشكل خلافا مع الولايات المتحده الامريكيه من ناحيه، وايضا مع مصر. هي يعني تدفع كل فتره وفتره الى تسريب في بعض وسائل الاعلام انها اتفقت مع مصر حول يعني اليه ما من اجل ضمان او ضبط عمليه التهريب بين المزدوجين من خلال محور فيلادلفيا او السيطره على محور فيلادلفيا. لكن هذا الامر يعني ينظر اليه من الناحيه المصريه على انه يمس بالامن القومي المصري. في المقابل تؤكد اسرائيل، وهذا ما اكده ايضا وزير الدفاع في اكثر من مره، انها متجهة إلى تنفيذ عملية عسكرية في رفح. لكن هناك أكثر من معيق في هذه المسألة. المسألة الأولى أن نتحدث اليوم عن وجود ما يقارب 1,300,000 فلسطيني في هذه المنطقة، وسيكون من الصعب على إسرائيل بكل المعاني أن تنفذ عملية عسكرية إلا إذا قامت بالدفع هذو المواطنين باتجاه الحدود المصريه، وهذا الامر خط احمر بالنسبه لمصر. وايضا اعلنت الولايات المتحده الامريكيه انها لن تقبل بمثل هذه العمليه، اقصد التهجير القسري او الدفع باتجاه اعاده تهجيرهم الى مناطق اخرى داخل قطاع غزه. هذا الامر ربما تستفيد منه اسرائيل خلال المرحله التي يتحدثون عنها، مرحله التهدئه المؤقته، بمعنى محاوله اعداد الخطط وتهيئه الظروف في رفح من اجل نقل السكان او تهجير السكان مره اخرى داخل قطاع غزه، والتوجه لاحقا باتجاه عملية عسكرية في رفح، ومحاولة التوصل إلى تسوية ربما مع مصر فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا. لكن حتى هذه اللحظة هذا الأمر يشكل نقطة خلاف بينها وبين مصر من ناحية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أعتقد أن تسوية بين إسرائيل ومصر في على الأقل في محور فيلادلفيا هي وجهة إسرائيل أو تفضل هذا الأمر، لأن يعني الدفع باتجاه السيطرة على محور فيلادلفيا سيكون نقطة خلاف حقيقية قد تمس بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في نهاية سبعينات القرن الماضي. إن رام الله عبد القادر بدوي، الباحث في مركز مدار للدراسات الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة.